النهاردة بقى هعمل معاكو صينية بجد طعمها فظيع، جميلة جدا ومش هتاخد وقت خالص. بصوا الجمال، والجبنة سايحة عليها كده وجميلة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. معايا هنا كوبايتين من المية، مية عادية من الحنفية، وهضيف عليهم كمان كوبايتين دقيق، نفس الكوباية اللي هعاير بيها، وهحط نص معلقة من السكر ونص معلقة من الملح، معلقة صغيرة، وهضيف كمان معلقتين كبار من الزيت. هخلط الخليط ده كله مع بعضه كده في كبة او خلاط، او ممكن تقلبوه بالمضرب في طبق وتصفوه بعدها عادي جدا. انا هنا ضربته في الكبة زي ما انتم شايفين وصفيته كمان عشان اتأكد ان مفيهوش اي رواسب من الدقيق. ده كده القوام اللي انا عايزاه. ومعايا كمان ربع كيلو من صدور الفراخ، هقطعها شاورما بالشكل ده، هقطعها تقطيع رفيع. هخلص الكمية كلها زي ما انتم شايفين كده معايا، وهجيب هنا طاسه هحط فيها حوالي 3 معالق كده كبار من الزيت. وهنزل بعد ما الزيت يسخن بالصدور الفراخ، مش هقلبها غير لما تدي لون كده من تحت، عشان مش عايزه ان انا اقلبها وتقعد تنزل في ميه. بعد كده خلاص لما يبقى كلها لونها واحد كده، هضيف عليها بصلايه متوسطه بشرها، وممكن تقطعها تقطيع صغير. وبعد كده هضيف شويه من الملح، طبعا هتظبطوا الملح، وشوية كمان من الفلفل الاسود، وشوية بابريكا صغيرين بس كده. هقلبهم مع بعض. دي كده الحشوة اللي هعملها، بس كده هقلبهم بقى كويس مع بعض. وبعد كده هضيف فلفل الوان احمر واصفر واخضر حامي وبارد، وهديهم تقليبة مع بعض واسيبهم على نار هادية لحد ما تستوي معايا، وكده الحشوة هتبقى جاهزة معايا. وممكن تحشو اي حاجة. ده بقى الكريب الاقتصادي بتاعنا الجميل اللي عملته معاكم في اول فيديو، وعامله له فيديو قبل كده. هبدأ ان انا هسويه بالطريقة ديت. الفيديو كامل على القناة عندي، ممكن تشوفوه، طريقة الكريب من اوله لاخره بدون بيض بدون لبن، اقتصادي جدا. واول ما يستوي معايا كده ومش عايزاه يدي لون خالص، هشيله بقى وكده خلاص. هعمل هنا بقى شوية بشاميل عاديين جدا للناس اللي ملهاش في البشاميل. 3 معالق سمنة عليهم 3 معالق دقيق، هنقلبهم مع بعض، وهنزل بكوبايتين من اللبن وكوباية مية، وممكن تبقى الكمية كلها لبن براحتكوا خالص. وهفضل اقلبهم مع بعض. هحط شوية من الفلفل، لو في عندكم فلفل ابيض يبقى تمام، مفيش يبقى فلفل اسود عادي، بس ما تكتروش يعني عشان ما يبقاش لونه باين، ومكعب من المرق. وهفضل اقلبهم كده بالمضرب لحد ما يغلي معايا وهطفي عليه. انا عايزاه هنا تقيل شويه، مش عايزاه خفيف. دلوقتي بقى هبدا احشيه معاكم. هحط الكرباية نفسها، وبعد كده هحط عليها الصدور البانيه اللي عملناها الشاورما، وهحط كمان شويه زيتون. ممكن تحطوا جبن بقى هنا، حطوا اللي انتوا عايزينه، يعني الحشوه دي ترجع لكم براحتكم خالص اللي انتوا حابينه. وهجيب الصينيه اللي هشتغل فيها، وهبدا ان انا هرصه بالعرض بالطريقه دي. هعمل واحد تاني معاكم برضو. حطيت الشاورما والزيتون وهقفله بالشكل دوت، وبرده هحطه في صينيه بنفس الشكل. انا هنا بقى مشغله الفرن على درجه حراره 180 عشان ادخلها على فرن سخنه، وهبدا احط شويه بشاميل بالشكل ده. انا مش عايزاه خفيف لاني مش عايزاه ينزل، لا انا بس هحط شويه زي ما انتم شايفين كده، وغرقوها بقى جبنه موزاريلا. الجبنه هنا هتوديها في حته تانية خالص، وهدخلها واطلعها اول ما الجبنه هتسيح. ووشها يحمر بالشكل ده، مش يحمر قوي، هو اللون ده كده. وبالف هنا وشفا، هتعجبكم خالص. اتمنى انتوا تشتركوا في القناه، وما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو.